يعني دلوقتي النادي الاهلي هيلعب المباراه الفاصله، هو متساوي مع الترجي في 10 نقاط. اللائحه اتغيرت السنه اللي فاتت لما بقى دوري مجموعات من دور ال 16 بدل دور الثمانيه، رجعت اتغيرت تاني التغييرات اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. بمقتضى هذه التغييرات اصبح مهم جدا ان انا اطلع بطل مجموعه. ليه بطل مجموعه؟ بطل مجموعه في اللائحه الجديده اصبح في قرعه هتتعمل ان شاء الله يوم 3 سبتمبر القادم. مش زي الموسم اللي فات اللي كان النادي الاهلي وهو على قمه المجموعه وهو تاني المجموعه عارف مسبقا انه هيلاعب الترجي اللي هو كان على قمه المجموعه التانيه، وكان النادي الاهلي عارف انه لو عدى الترجي هيلاعب في سكه النجم الساحلي. والنادي الاهلي فعلا لعب الترجي لما كسبه، لعب النجم الساحلي كسبه ووصل للوداد في النهائي. السنه دي كل هذا الامر غير معروف، يعني انا مش عارف دلوقتي النادي الاهلي هيلاعب مين. فاذا بما اني مش عارف هلاعب مين، يبقى لازم انا اكون على قمه المجموعه عشان اضمن ايه؟ ان انا ما لاعبش فريق على قمه المجموعه. لو النادي الاهلي هيطلع تاني المجموعه هيصطدم اصطدام مبكر جدا في دور الثمانيه مع احد الفرق المرشحه لقمه المجموعه. صحيح. اللي هو يا مازيمبي يا الوداد يا النجم الساحلي. قلقا بقى مازيمبي بيقلقنا شويه. بالظبط. فهنتكلم اننا لو تاني المجموعه الاهلي هيلاعب مين؟ نخلينا ان الاهلي لو تصدر المجموعه هيلاعب من المجموعه الثانيه واحد من، طبعا القرعه هتتعمل، هيلعب الفريق بطل المجموعه مع اي تاني من تواني المجموعه عدا التاني اللي في مجموعته، يعني الاهلي مثلا مش معقول هيقع مع الترجي تاني. فهيقع مع اي حد. طب المجموعه الثانيه فيها مين؟ فيها الدفاع الحسني الجديدي، فيها مولوديه الجزائر، فيها يا سطيف، دول كل واحد منهم عنده 5 نقاط وفاق سطيف. طبعا وارد اي واحد من دول يطلع تاني المجموعه. فالنادي الاهلي هيلعب. ممكن نقول ان الانديه دي تعتبر بالنسبه للنادي الاهلي انديه في المتناول او منافسه في المتناول؟ دي هقول لك كمان اللي في المجموعه الثالثه بعد الوداد المتصدر، في مولوديه هو الاقرب. مولوديه الجزائر. فادي ده تاني مجموعه. المجموعه الرابعه هيبقى يا بريميرو دو اغوستو يا زيسكو. كل الانديه دي زيسكو الزامبي، كل الانديه دي في متناول النادي الاهلي. يعني لو هو بطل المجموعه هيبقى مع تواني المجموعات ديت هيبقى في متناوله. صحيح. اي نادي من الانديه دي. لكن لو طلع تاني هبقى بقى في قد يصطدم مثلا بمازيمبي، قد يصطدم بالوداد، قد يصطدم بالنجم الساحلي، اللي هي الفرق الثلاثة اللي هي مرشحة ان هي تتصدر المجموعات الاخرى. فطبعا لا شك ان المباراة ديت ما تبقاش تحصيل حاصل. طب ازاي الاهلي يضمن قمة المجموعة؟ ينزل امام كامبالا سيتي يكسب اي فوز، حتى لو فوز زي زمان كده كان الكرة الشراب يقول لك ايه الكورنر بربع جول، حتى لو بربع جول الفوز، حتى لو فريق الترجي كسب خارج ملعبه تاونشيب رولرز وتفوق بأي عدد من الأهداف، المواجهات المباشرة في هذه الحالة ستحسم الأمر أمام الترجي، لأن النادي الأهلي تعادل 0-0 في القاهرة وفاز خارج القاهرة في استاد رادس اللي أصبح ملكية خالصة للأهلي. فاز 1-0. وش الخير على النادي الأهلي؟ ففي هذه الحالة في أي تساوي هيبقى النادي الأهلي أول المجموعة، يلاعب بقى أي تاني من التواني اللي قلناهم من المجموعات الأخرى. هيكونوا فرق في المتناول وإن شاء الله. يكون بإذن الله. التغيير التاني بقى اللي هيحصل في القرعة دي، كان قبل كده ما فيش قرعة، عارف طريقي لغاية النهائي، يعني كان الأهلي عارف السنة اللي فاتت إنه هيلاعب الترجي ثم بعد الترجي هيلاعب مين ثم بعد لغاية النهائي. السنة دي القرعة اللي هتتعمل قرعة البطل كل مجموعه هيلعب تاني مجموعه الأول، ثم هيتحدد بعد كده. طب لو الاهلي مثلا فرض لاعب مولوديه هيلاعب مين بعد كده؟ الفايز من مين ومين؟ لكن اوصل معاك، انت بتقولي فرص الاهلي ايه في الفوز باللقب؟ ايه فرص الاهلي في الفوز باللقب؟ ان اجلا او عاجلا حتى لو عدى تاني مجموعه في دور الثمانيه، من المتوقع المنافسه الناريه من وجهه نظري انا الشخصيه ستكون بين الاهلي اللي هو وصيف البطل الموسم اللي فات، والوداد اللي هو البطل في الموسم اللي فات. صحيح. ومازيمبي اللي من وجهه نظر انا اللي هو اقوى فريق ممكن يبقى اشرس فريق او اشرس منافس للاهلي في طريقه نحو الاميره الافريقيه. الاميره الافريقيه مطمع لكل جماهير الاهلي. فانا بعتقد ان مازيمبي هو القوه الاكبر في طريق النادي الاهلي. حتى الوداد اللي هو حامل اللقب، انا وجهه نظري ان الاهلي والوداد السنه اللي فاتت دي مباراه كانت كل الناس شايفه انها وان سايد جيم لصالح الاهلي. الاهلي اهدر 3-4 فرص في لقاء الذهاب، واهدر كمان
فرصتين ثلاثه في لقاء العوده ومنهم كره مؤمن زكريا في بدايه اللقاء اللي كانت ممكن تقلب تماما الموازين، خسر اللقب. لو وقع مع الوداد تاني انا متاكد مستحيل يتكرر ما حدث في العام الماضي، فيبقى مازيمبي هو العقبه الاكبر امام الاهلي نحو الاميره الافريقيه التاسعه. دكتور طارق، هل تتوقع ان كارتيرون برضو هيعمل تغييرات كثيره في المباراه القادمه؟ انت فتحتي حاجة مهمة جدا. انا كنت نفسي تسأليني السؤال ده. لان الموسم ده موسم لن يتكرر مش بس في تاريخ الكرة المصرية، ده في تاريخ الكرة العالمية. حجم المباريات المتوقع تبقى فيه لود على لاعب في النادي الاهلي، مش انا بتكلم على النادي الاهلي بشكل خاص، لان النادي الاهلي عنده ارتباطات اكتر بكتير من اي نادي تاني. تخيلي ثلاث بطولات دلوقتي، الدوري، لا مش ثلاث بطولات، المصري، البطوله الافريقيه والبطوله العربيه، تعالي نعدهم مع بعض، مش ثلاث بطولات بس، تعالي نعد كده مع بعض. النادي الاهلي عنده كام بطوله هيلعب فيها السنه دي؟ السنه طبعا انا بتكلم على النادي الاهلي بشكل خاص. ليه؟ لان النادي الاهلي عنده ارتباطات اكتر من اي نادي تاني. صحيح، اي نادي مصري قريب منه المصري اللي بيلعب برضه في نفسه، بس الاهلي عنده ارتباطات اكتر. تعالي نحسبها كده حسبه بسيطه، احنا واحنا قاعدين من غير حفظ كده، كام مباراه في الدوري؟ 34. الفريق اللي بيلعب في الكاس اللي هو من الدوري الممتاز الاهلي او الزمالك كده بيلعب خمس مباريات لو يوصل للنهائي، يبقى 34 وخمسه كام؟ 39. 39. ومباراه سوبر، النادي الاهلي كده كده هيلعب مباراه السوبر امام الزمالك كبطل الدوري امام بطل الكاس، يبقوا كام؟ 40 مباراه محليه. 40 مباراه محليه، ضيف عليهم السنة دي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. إن شاء الله إذا استأنف مسيرته عنده كم مباراة إذا لغاية النهائي؟ عنده 10 مباريات. أوكي، 4 و2. لا، 4 الأول في المجموعة الوقت أهو. الثلاثة اللي لعبهم وكان بلاسي. تحسب كمان اللي لسه اللي اتلعبوا كمان ولا لسه هيلعبوا؟ اللي لسه لو دور الثمانية كمل دور الثمانية، دور قبل النهائي ونهائي، يبقوا 10 مباريات. ال 10 مباريات دول يتضافوا على ال 40 اللي معانا بنحلي، يبقوا 50. ضيفي عليهم لو الأهلي كمل كده هيلعب فين؟ كاس العالم، كاس العالم للانديه بقى، ممكن يوصل ارتباطاته فيها الى ثلاث مباريات، بقينا 53. لو النادي الاهلي كان كسب اللقب ان شاء الله، يعني هيلعب سوبر بقى 54 مباراه. ضيفي على العربية كل بقى. دول لا كمان ده لسه مش داخل في البطوله العربيه، ده لسه كده في افريقيا. دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه الموسم القادم هتبدا فورا من ديسمبر اللي جاي، قبل ما السنه تخلص. قبل ما السنه تخلص يعني وهتنتهي في مايو، يعني الاهلي هيبقى عنده ارتباط نظري 14 مباراه اخرى في دوري ابطال افريقيا العام القادم. لانه لو البطوله بالكامل هتتعمل على الموسم، مش زي السنه دي نصها فات او جزء منها فات في الموسم اللي فات وجزء منها. 14 و53 يبقوا 67. البطوله العربيه لو النادي الاهلي كمل فيها ممكن يوصل ارتباطه لثمان مباريات، يبقى كده دخلنا في 74 مباراة. 74 مباراة ده الأهلي بس. الأهلي عنده كام لعيب دولي؟ هيلعبوا خمس مباريات في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 ديت، بداية من مباراة النيجر القادمة. شوف كام لعيب في الأهلي هيلعبوا في المنتخب، عندهم ارتباط خمس مباريات. طب لو منتخب مصر كمل في النهائيات، هيلعب في نهائيات كأس الأمم الإفريقية لو فرضنا إن هو هينافس على اللقب، هيلعب ست مباريات. ادي 5 و6، 11 مباراه رسميه. هو المنتخب ده مش هيلعب ودي؟ هيلعب ودي ما بين بنتكلم مثلا 5 6 مباريات لغايه كاس الامم، هنتكلم 5 6 مباريات فقط. اجمعي دول على ال 74 يطلع 82 مباراه ارتباط للاعب المتميز في النادي الاهلي، شيء لا يمكن يتخيله عقل. ده كمان عايزين يقولوا مصري، سوبر مصري اماراتي، فين الكلام ده؟ امتى؟ ما جاتش بقى على ده كمان يعني يا دكتور. مش هو ده اللي هيعمل المشكله. الله يكون في عون اللعيبه طبعا. طيب، شايف ان كارتيرون ممكن ينزل المباراه القادمه، بما انها بحسب وصف طبعا بعض النقاد الرياضيين والصحافه ونصف الشارع ان هي مباراه تحصيل حاصل، هل ممكن يعمل تغييرات جديده على اللقاء، ولا هينزل طبعا عنده تحفظ عشان ما يطلعش برده تاني فيقابل اول من المجموعات زي ما كنا بنتكلم؟ بصي، كارتيرون انا معاه تماما. بدا حاجه بنسميها الروتيشن، اللي هو فهم غلط الروتيشن في الكره المصريه عموما. حتى خبراء يقول لك ده يكون مغير 7 8 لعيبه ويقول لك روتيشن. لا، الروتيشن مش كده. معناها ان انا دلوقتي حسام عاشور لعب 5 6 مباريات ورا بعض، ومجهد يريح مباراه، بس القوام الاساسي كله موجود. شلت مثلا
حسام عاشور حطيت هشام محمد، شلت احمد فتحي حطيت محمد هاني، شلت علي معلول حطيت ايمن اشرف. ما بين تغيير وتغييرين على الوجه الاكثر. لازم، وانا عديت اللعيبه اللي بتاعه النادي الاهلي عندهم ارتباطات قد ايه، لازم كارتيرون يعمل على الاقل على الاقل ما بين لاعب او اتنين روتيشن في كل مباراه. اذا اما يلعب مع كامبالا سيتي وغير لاعب او اتنين، ده مش معناه انه غير في التشكيل، معناه انه عايز يلعب بالتشكيل الاساسي. انا فاهم عقليه كارتيرون انه عايز يكسب الماتش ده، اما يكسب الماتش ده هيضمن قمه المجموعه. ما هو لو اتعرض افرض انه اتعادل والترجي كسب بقى تاني مجموعه، يبقى هو فقد حاجه كبيره جدا في طريق مسيرته للاميره الافريقيه لو اتعادل بس. فلازم يلعب بقوامه الكامل مع وجود التغييرات اللي انا بسميها مش تغييرات، لا ده الروتيشن المعتاد بتاعه. طبعا الروتيشن ده اختل في مباراه الحرس لظروف اصابه وليد سليمان، لظروف ان غياب اكتر من لاعب مؤثر زي احمد فتحي، لظروف غياب يعني عدد كبير من اللعيبه اللي هم الاساسيين. هو كان عايز يجرب برده من ضمن الحاجات، عايز يجرب فكره الجبهه الشمال اللي فيها علي معلول وايمن اشرف، اللي انا مش مؤيدها قوي انا شخصيا، ده راي شخصي فقط، ان انا مش مؤيدها قوي. انما مع التجربه ومع الغيابات فبقى العدد اللي اتغير من اخر مباراه للاهلي عن مباراه حرس الحدود وصل الى 6 لعيبه، وده عدد كبير جدا. يبقى فقد ما بنسميه احنا الروتيشن المعتاد، اللي انا بقول في حدود لاعب او اتنين او ثلاثه على الوجه الاكثر من التشكيله. خصوصا ان النادي الاهلي معروف دايما بالاستقرار في التشكيل بتاعه. بالظبط كده، وده كان من اهم عوامل النجاح في النادي الاهلي. وبالظبط، هو كارتيرون بالنسبه له السنه دي في لعيبه اعمده، مش هغيرها الا للشديد القوي، يعني ازارو مش هيتغير الا للشديد القوي. مثلا سليف كوليبالي مش هيتغير الا يعني في كل كام مباراه، مش هيحصل تغيير لسعد سمير الا يعني لو محمد نجيب خد فرص كده، مش هيحصل تغيير لمحمد فتحي الا احمد فتحي الا يعني في عدد قليل جدا من المباريات. هو ده السمات العامه، اي شيء غير كده هيكون